سؤال بقول ما هو الفرق بين عفو الله وعفو المخلوق؟ انا ما ادري السائل قاصد بالضبط شنو، لكن اجيب حسب ما فهم. عفو الله سبحانه وتعالى يختلف عن عفو المخلوق، لان كل واحد منهم يعفو بحسب حقه. الانسان بيعفو حقه فقط، ما بيعفو حق غيره. عشان كده انت لو في انسان ظلمك او اخذ شيء من حقك، انت ممكن تعفو له حقك، لكن حق غيرك ما بتعفو. والعفو العبد اذا كان الانسان حيا ممكن تستعفيه فيما ظلمته. انت شلت من زول مال ولا ارض ولا تكلمت في عرضه، لك ان تستعفيه. تقول لا اعفو لي، ما ده حقه. تقول لا اعفو لي، اذا عفى لك ما عندك شيء يوم القيامه تعاقب عليه. اما اذا لم يعفو لك فانت تحاسب يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. ده المفلس، معنا ما عنده قروش، هذا فهم الصحابة. فقال لهم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا. قال: فيأخذ هذا من حسناتي، شيل من حسناته يده ده، وهذا من حسناته، يد ده من حسناته، ويد ذاك من حسناته. قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار. لأنه في الدنيا حمل على كاهله حقوق الناس. عشان كده أنت لو ما استعفيتهم في الدنيا شلتك بعدين يوم القيامة. في قصاص، في قصاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: والوزن يومئذ الحق. وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، يقضي بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لو في بهيمتين، واحدة عندها قرون والثانية جلحاء ما عندها قرون، بتاعت القرون ضربت الثانية، ربنا يغتص لهذه البهائم ثم تفنى فتموت. تفنى البهائم، ولكن القصاص بين بني آدم إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى النار. عشان كده أنت اعمل حسابك. أما بالنسبة لحق الله عز وجل، ما في ذل بيعفي لك حق الله، حق ربنا بيعفيه ربنا سبحانه وتعالى. وليس لأحد الحق أن يعفو لك حق الله عز وجل. يعني ما في زول أنت بتجي تقول له: يا أخي والله أنا غلطت مع ربنا، كده شوف لي طريقة عفو. ما في عفو هنا. ده عند النصارى. النصارى عندهم حاجة اسمها صكوك الغفران. صكوك الغفران دي قروش بتدفعها، تدفعها للقسيس. القسيس بيدوره بعد ذاك بيعفو لك، أو بيقول لك غفرت لك الذنوب بتاعتك. أنت بتغلط مع ربنا وبيعفو لك القسيس. شوف، تغلط مع ربنا ويعفو لك القسيس، يقول لك خلاص ثاني ما تعمل كده، ما تكررها، وتدفع لك قروش وتحط البياض في جيبه ويقول لك يلا امشي، ثاني ما في حاجة. ما في حد بيعفو لك حق الله سبحانه وتعالى. حق الله بيعفو ربنا. وحق ربنا سبحانه وتعالى على العبد نوعين. النوع الأول أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة ليس فيها شرك ولا كفر. والحق ده ربنا ما بيعفو لمن مات عليه. يعني مات مشرك، ده الله ما بيعفو. عشان تعرف انه الشيء اللي ربنا بيعفو ياتو والما بيعفو ياتو، ده ربنا ما بيعفو.
لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما في مات مشرك ما في عفو ثاني. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولهذا السبب لا يجوز أن تستغفر لمن مات مشركا. ليه ما بجوز؟ لأنه الله ما بيغفر ده، ده الله ما بيغفره ولا يقبل فيه الشفاعة ولا يقبل فيه الدعاء ولا يقبل فيه واسطة، ما يقبل. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما بجوز تستغفر لأن الحق ده ربنا ما بيعفو. من مات على الشرك، من مات على الكفر، من مات على الاستهزاء بالدين، على سب الدين، على الطعن في الأنبياء، على ملة غير ملة الإسلام، ربنا ما بيقبل منه. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده موضوع منتهي. أما النوع الثاني ما دون الإشراك بالله عز وجل، حق ربنا إنه يطاع فلا يعصى في بقية الأوامر. ربنا أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر النساء بغض البصر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر النساء بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أمرنا بعدم السرقة وبعدم شرب الخمر وارتكاب الكبائر، دي كلها محرمات، كلها محرمات. يلا بعد ذاك العبد ممكن يخل بشيء من المحرمات دي، أي واحدة منها، ده أنت بعد ذاك ممكن تقابل ربك ويعفو عنك، ممكن يعفو عنك. ليه؟ لأنه ربنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ممكن يغفر لهم ويعفو عنهم، بل حتى لو عذبك بما دون الشرك، ربنا لو عذب أي عبد من عباده بما هو دون الشرك، العذاب ده ما بيكون عذاب مستمر تماما، ما بيكون مستمر، ده عذاب مؤقت بينتهي يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات حينتهي العذاب ده ويخرج العبد برحمة الله، يخرج من النار إلى الجنة. ده لو وقع في ذنب شنو يا اخوانا؟ دون الإشراك بالله عز وجل. أما الشرك ده خالد مخلد في جهنم. طيب أسل الرجل أن يتزوج زوجة خاله إذا طلقها أو إذا مات، ما حكم الدين في ذلك؟ بجوز يا أخوانا ما في إشكال، زوجة خالك أو زوجة عمك أو زوجة أخوك ده كله بجوز. اللي ما بجوز زوجة أبيك وزوجة ولدك وإن نزل، وزوجة أبيك وإن على، أبوك أبو أبوك وإنت ماشي، ولدك ولد ولدك وإنت ماشي لتحت، ده ما بجوز. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ده ما بجوز. أما زوجة عمك زوجة خالك دي من المحرمات حرمة مؤقتة، يعني في حال كونها هي في حباله، ودي زي زوجة أي زول تاني مش خالك براوي، يعني ما أي زول زوجته في حباله ما بجوز زواجه. إذا مات أو طلقك وبانت منه بعد ذاك يجوز زواجه بعد ما تكتمل عدتها، ما في مشكلة في الكلام. الذي احتال الناس في بيع البيوت والإقامات بارك الله فيكم، ده يا اخواننا من اكل اموال الناس بالباطل، زول يغش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فوجد رجلا قد وضع الطعام زي القمح او نحو خاتي الناشف فوق، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يده لقى اللين بيتحد، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر صبت فيه، وقام طوالي خدت اللين شنو بتحد والناسف بفوق. قال هلا جعلته من فوقه، تخلي اللين بفوق عشان الناس يشوفوه يهود لين. قال من غش ليس منا، وكلمة ليس منا ده وعيد صعب جدا. ليس منا يعني ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء الغش ده. ولذلك الزول يبعد عن أموال الناس، تبتع كلها بالحرام، ما بتبقى عليك وبال. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أعظم الحشود في حجه، قال أي يوم هذا؟ سكت الصحابة. قال أليس يوم النحر؟ قالوا نعم. قال أي شهر هذا؟ سكت الصحابة. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ سكت الصحابة. قال أليس البلدة يعني مكة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، زي ما يوم النحر يوم من يوم حرام. في بلدكم هذا زي ما مكة بلد حرام، في شهركم هذا زي ما إنه ذي الحجة شهر حرام من الأشهر الحرم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. عشان أنت تستفيد شنو يعني؟ تضرب داك وتطوق ده بجاي وعامل فيها مفتح وتسوق واعي وتاكل حق الناس. ما يوم من الأيام ربنا بيبتليك بمرض واحد، تكوس للعافية بالفلس الزمان ديك، شفت العافية بالفلس؟ تكوس لها ما بتلقاه تاني. فاعمل حسابك من أموال الناس، اعمل حسابك منها، دي بتجر لك البلاء والربا، الأبواب بتاعت تقاص شنو. لكن السؤال اللي قاعد يرد كثير في الباب ده، إنه المزارع بيكون دار يزرع وما عنده حق التمويل بتاع المزرعة بتاعته، بيقوم بشوف تاجر، بقول للتاجر أنا بديك بعدين 20 شوال بتاع قمح ولا سمسم ولا دخن، والآن تديني كده، ببيع له الآن ببيع له حاجة بسلمه بعدين. البيع ده في واحد حلال واحد حرام. الحلال اسمه بيع السلم، وبيع السلم ده عنده شروط. الشرط الأول وهو كالآتي، هو بيع موصوف في الذمة، يعني انت والزول دار تبيع تشتري منه كويس، الاثنين بتوصف له حاجة في ذمتك، المحصول ده ما في الآن، انت ما زرعته لسه، بيع موصوف في الذمة بأجل معلوم معروف انه يوم 6 شهر 10 بسلمك، بأجل معلوم بثمن معلوم. تتبايع السدي، ما تقول ليه كدين اشوف بعدين السوق حيبقى كيف، لا اسا شوال ب 500 جنيه مثلا، تتبايع السدي بثمن معلوم مقبوض، تسلم قروش الان كويس. في مجلس العقد قعدتوا الاثنين، قلت له دار 10 شوالات، الشوال ب 500، قروشك 5 مليون، تسلم قروشه كلها. المزارع شال القروش بتاعته، مشى مول الحواشه، زرع بعدين وقت الحصاد يطلع ال10 شوالات يجيبها لك، لو ما انتج امشي يشتري ويسلمك. ده اسمه بيع السلم، بيجوز ما في مشكله، وده مستثنى من بيع ما لا يملك، ده مستثنى بالسنه البيع ده. طيب قال زوجة ماتت، يجوز شقيقي ما فهمت والله السؤال. شخص تزوج بامرأة فوجدها غير عذراء، ما هو الحكم؟ هل يطلقها أم يستر عليها ويستمر معها؟ أولا يا أخواننا، من تزوج بامرأة وبعد ذاك لقاها هو زوج على أنها بكر، واتضح لنا ما بكر وهي فعلت الفاحشة قبل كده. طيب النقطة الأولى أن يتأكد أولا أن ما وقعت فيه هو زنا، نمرة واحد، لأنه مرات في ناس أول ما دخل على المرأة قد يكون هو ما عنده أي أدنى معرفة بهذه الأمور، فيظن
ويخدع الشيطان وتسوي له نفسه إنه هذه المرأة قد زنت، وقد يكون الأمر خلاف ذلك تماما، قد تكون ما زنت، أو المرأة قد تكون وقعت في حمل، والحمل يا إخواننا قد يحصل بغير زنا. انتبهوا للأشياء دي، دي أمور يعرفها الأطباء. كذلك غشاوة البكارة بتاعت المرأة قد تزول بغير زنا. أعرف المعلومة دي وامشي أبحث عنها واسأل. قد تزول غشاوة البكارة بتاعت المرأة فتظن أنها غير بكر، كويس، وهي تكون بكر وما عندها مشكلة. وغشاوات النساء تختلف، منهم غشاوات سميكة ومنهم غشاوات رفيعة، فيظن الإنسان إن المرأة دي فعلت الفاحشة وهي تكون بريئة. ووقعت وقائع زي دي وأنا أعرف تجارب، فالواحد يمشي يطلق المرأة ولا يرجع على أهلها ويبشر الأمور كلها وجود الدنيا، وبعد ذاك يتضح إنه البنت دي بريئة ما عندها أي مشكلة. أول نقطة تتأكد تماما أن هذه المرأة وقعت في الفاحشة وزنت بما لا يدع مجال للشك، دي نقطة أولى. النقطة الثانية أن تتأكد أن هذه المرأة قد تابت أو لم تتب. زنت عديد، وقعت في الزنا، تابت ولا ما تابت؟ لو مستمرة على زناها لا يجوز البقاء معها، لسه بتزني وتمرق وتلف تغشك بياتها عليك انت تطلع وتمشي تلعب، اذا كان مستمر على زنا ما يجوز البقاء معها، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. حرام على العفيف ان يتزوج بزانيه، وحرام على الزانيه كذلك ان ينكحها او العكس، ده ما بجوز. بعد ذاك نمشي للنقطه البعديه، لو تبين ان المراه قد تابت من الزنا، لو تبين أنها تابت من الزنا فأنت بأحد خيارين، واحد من اثنين، إما إذا أحببت فامسكها. ما خلاص المرأة تابت من الزنا ولو وقعت في الفاحشة، ومن تاب تاب الله عليه، ما في مشكلة تانية، لك بعد ذاك أن تمسكها، أمسكها واسترها كويس. أو لو أنت ما حبيت نفسك كرهتها، خلاص انت زول عفيف وشريف، والمرأة دي وقعت في الخطأ، انت ما داير تاني شنو؟ تمسكها طلقها. ولكن يا اخوانا الانسان ان كان ذا خلق وستر على المرأة وترك فترة من الزمن 5 6 شهور وبعد ذاك طلقها من غير ما يدخل معاه في مسألة خلع، وانه يمشي يتهمها ويشهد عليها 4 شهادات إنها فعلت، ما يدخل نفسه في الحاجة دي، يطلقها بعد فترة بعدين تاني يجي شنو؟ ها؟ يكون التبرير قدام أهلها وقدام العامة إنه هو ما طلق لهذا السبب، هذا من الفضل يا إخوانا، هذا من الفضل ومن حسن الخلق ومن حسن العشرة. لو ما معها هي مع أهلها الذين لا ذنب لهم، قد يكون لا ذنب لهم في زناها، فده يكون من الفضل. لكن لو طلق ساي كده برضو ما في حاجة عليه، إنما يكون ترك الأفضل. طيب قال دائرة تزوج بفتاة خارج السودان، هل يجوز في النظرة الشرعية أن أنظر عبر التلفون أو الفيديو؟ بجوز يا أخواننا مع ضوابط، بجوز. أنت لو برا السودان والبيت هنا، أو أنت هنا والبيت برا، المهم أي صورة من الصور وانت بعيد ما قادر تشوف عديل، ربنا اباح للانسان انه ينظر اليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر انظر الى ما يدعوك الى زواجها، تنظر الى وجهها الى شعرها الى ساقيها الى قوامها الى الى جسدها مقبلة او مدبرة بلبسها العادي لبس البيت، ما في مشكلة. طيب لكن لو عبر الفيديو لابد ان يقع هذا الفيديو في يد امينة، يعني البيت دي مرسل الفيديو، ما ترسله عبر 3 واسطات، الواسطة الأولى بترسله للواسطة الثانية، الواسطة الثالثة بتوصله للزول، ده ما بيجوز كده، تبقى فرجة المرأة يعاين فيها المجتمع كله، ولا ترفع لك في النت تقول لك شوف المقطع ده، ولا كمان الناس اللي عندهم عدم غيرة، الواحد داير يمشي يخطب البيت يقول لهم رسلوا لي شريط الفيديو بتاع حفلة فلان، هو برا عامل فيها الود مغترب يعني وما فاضي،
رسلوا لي شريط الفيديو يشوف اكثر بنت رقاصه في الحفله يقول لهم بس داير دي. يا زول انت بتيخو انت قالوا الزواج ده خليك عندك غيره، عندك اخلاق، ما تتزوج بنت مجاهره بالفاحشه ومجاهره بالخنا وترقص قدام الرجال وتقول لهم داير دي، يا خليك عندك غيره عليك الله، دي ما بتبيع الرسوه دي، ما تعرف بالزي ده اصلا. والله تندم ندم، شوف تندم ندم لا يعلم به الا الله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لمالها. تنكح دي الناس بيظنوا انه تنكح يعني امشي على الرز شماله، لا ما الفهم كده، تنكح يعني الناس بيعملوا كده، الناس مش انت، لا الناس بيعملوا كده، تنكح لمالها او لجمالها او لحسبها او لنسبها، لكن انت قال لك شنو؟ المسلم قال لك فاظفر بذات الدين. ذات الدين دي باقي لك بتكون يا هل قاعده في الفيديو دي ترقص الدنيا كلها والناس بيشاهدوا لها والناس كلهم شافوها كلهم، مش مرتك اللي انت دي دايره دي جات شافوها لايف، وحتى بعد ما تعرسها لو جيت واحد يقول لك واحد يبقى مرتك قاعد شايفه كمان ده غير يا اخي ما تعرس زي ده. فعلى اي حال اذا كان الفيديو من البيت بيصل لزول الدار يخطبه هو ابيح له انه ينظر اليها لهذا الغرض الشرعي الذي لا يتم هذا الامر الشرعي الا به، بجوز بس يشوفها ويمسح الفيديو طوالي، مش يحتفظ به عنده بعد ما جل الخطوبه يكون خات الفيديو قاعد كل مره بيفتحوا بعين له ويقفلوه، ما بجوز، حرام كده. جازت لك النظره دي لغرض شرعي ما تتعدى هذا الغرض الشرعي فقط، بس بقدره وانتهى. والقاعدة الشرعية تقول وما أبيح للضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة، أي حاجة أبيحت لضرورة بس قدر ضرورتها. الليلة المرأة بجوز للضرورة عندها عملية جراحية بيقلعوا ملابسها ويجوا الأطباء قد يكون رجال ونساء ويعملوا عملية جراحية بجوز للضرورة، لو ما وجد من الكادر النسائي من يقوم بالعملية بجوز، لكن بعد ما انتهت العملية والمرأة بقت كويسة تاني يقول الطبيب انا ما دكتور طبعا برضه جوالي دار اشوفه تاني، ما بجوز ثاني لا طبيب لا غيره، فبقدر ما تحتاجه الضرورة، انتهى الموضوع على كده. طيب قال يا شيخ لماذا تمنعون من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ منو المنعه؟ منو المنع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم زي عرقه وشيء من شعره أو بثيابه أو ببصاغه أو بفضلة ماء وضوئه أو بفضلة ماء غسله بجوز كله، لكن وينه؟ عندك عرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك شيء من ثيابه؟ العلماء قالوا لم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، عشان ما أي واحد يغشك. قبل فترة في هناك في أبو آدم واحد جاب له شعره قال دي شعرة الرسول، قال كذابين جابنا يا زول بصندوق وفي المطار هيلمانه وجماعه جارين قدام وناس ورا وموكب عظيم قال دي شعره الرسول، بالله يا كذابين شعره الرسول اللي قلتها وين؟ ما في، ما بقي من اثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كلها ما في الان. طيب الموضوع بتاع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ده واضح، زمان الصحابه كانوا اذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نقامه او بصق او فضل شيء من مويه وضوء الواحد منهم بيشيله ويمسح بها وجهه كويس، والعرق بتاعه ام سليم بنت ملحان ودي خاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه اكان ببيت بقيل عندها، مش بيت يقيل عندها في بيته ينوم، لما ينوم بيعرق بتشيل العرق بتاعه بتكبه في 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 اناء وتطيب به طيبها، العرق بتاعه بتكبه في شنو؟ مش في جسمها، في الريحة عشان تريح بيه والريحة بتاعتها كويس؟ ده يا اخواننا بجوز ما في مشكلة كان لقيته، لكن ده انتهى زمان ما في. هم طبعا الموضوع ده نكلمك النصيحة، هم ما دايرين هسه عرق النبي صلى الله عليه وسلم عارفينه ما في، ما في عرق بقعدوا 1400 سنة، هم دايرين عرق ابوك الشيخ ده موضوعهم كله. أنا عارف الموضوع ده كويس، عرق ابوك الشيخ ده بطينك والله يملاك بلاوي، قال بيدخلك في في بلاوي زي دي شنو؟ في عندك دليل على انه يتبرك بعرقه وبزاغ الشيخ؟
تمشي بزغلال في كوره وتشرب وتوزع على ناس الحله، يجي يبزغلهم في البراميل بتاعت المويه، توف 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 توف، يبزغ في البراميل يقول لك بركه بركه يا مولانا، بركه هنا ده مزغ، ما في بركه هنا. ما في احد عنده الحق الشرعي انه ولا عنده بركه في جسمه. يا اخي الصحابه ما فعلوا مع بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا مع عمر بن الخطاب، ده الافضل اثنين في امه محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملوا معهم. ده الناس سباقين سبقوا الى الجنه. عمر بن الخطاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، قال اول من يؤتى كتابه بيمينه عمر. قالت عائشه رضي الله عنها، واين ابي يا رسول الله؟ قال ان ابا قد زفته الملائكه الى الجنه، كتاب ذاته ما في. ديل ديل يا اخي ما يتبركوا بحرقهم، تين يتبرك لنا بحرق فكي؟ فكي لو ستة يوم ما استحمى نحن نتبرك بحرقه، نبقى نحن وسخانين وسخ ورمامه علينا، لا في بركه وتبقى وسخ ورمامه، ده ما بجوز. اعرف ده ما بجوز، وانت لو عملته تكون ارتكبت محظورين. المحظور الاول كونك انت تبركت بما ليس فيه بركه. المحظور الثاني كونك انت تعاطيت خبيث من الخبائث، لأن الخبائث ذات حرام، ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. زول ما استحمى يا اخي لو زمن انت تتبرك به، ما شفتهم شعرهم كيف؟ شعر نافشه لفوق، واحد جايبه بيجاي وتلقى صار لك عينه، يا زول في شنو؟ ده ما بيجوز. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه.